dipanggil dengan nomor peserta TQI 408 dengan nomor peserta TQI 408. Peserta ini akan membaca surah Ibrahim dimulai dari ayat 13 dan seterusnya pada halaman 287. Peserta ini akan membaca surah Ibrahim dimulai dari ayat 13 dan seterusnya pada halaman 287. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Good.
يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق وَمَا